اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه فوز الاهلي او تاهل الاهلي للدور نصف النهائي على حساب صن داونز بعد اداء تكتيكي عالي جدا كان محل اشاده كتير من النقاد الرياضيين حتى غير الاهلاويه على مختلف المستويات. هنلاقي في ناس اهلاويه اشادت وفرحانه وفي ناس لم تنكر على الاهلي جدارته بهذا التاهل. في الجمهوريه كتب ناقدنا الرياضي العزيز ماجد نوار: اهلي بيبو دايما البريمو. واشاد ماجد نوار بهذا الاداء التكتيكي العالي من موسيماني وما اختلفش كتير مع الاستاذ جمال هليل اللي كتب الصبر على المواجع يا اهلي. واتكلم الاستاذ جمال هليل عن هذا الذي يتعرض له النادي الاهلي من ارهاق شديد جدا ومن جدول لا يراعي انه بيمثل مصر يطوف القاره الافريقيه ثم يعود الى الدوحه يشارك في مباراه للسوبر ثم يعود ثم يتاهل للترجي ويستعد للترجي ويطوف ويتكلم على انه 11 ساعه ترانزيت في اسوان او جاي من جنوب افريقيا وترانزيت في اسوان. لكن الحقيقه كان الشهاده المهمه جدا للاهلي من ناقد رياضي زملكاوي كبير بحجم الاستاذ محمود معروف اللي كتب كمان راح في زاويه تانية خالص قال: هل يرد الاهلي اعتبار الزمالك من الترجي؟ وقال الاستاذ محمود: ودارت الايام ومرت الايام على راي ام كلثوم وجاء الترجي التونسي برجليه للنادي الاهلي، جاءت الفرصه للزمالك ليرد من او لينتقم من الترجي اللي هزمه. الاهلي كان موفقا وعظيما وهو يواجه فريق صن داونز بطل جنوب افريقيا وهو واحد من اقوى الفرق في القاره. فاز عليه الاهلي 2-0 في القاهره ثم تعادل معه هناك. وقال الاستاذ محمود معروف: رجال الاهلي كانوا اسودا خاصة الشناوي وبدر بنون وياسر إبراهيم ورامي ربيعة، هكذا صعد وحش إفريقيا للمربع الذهبي واقترب كثيرا من حصد اللقب العاشر في البطولة. وقال إن أنا أتمنى من وزير الشباب والرياضة ومن رئيس اتحاد الكرة أحمد مجاهد السماح بحضور 70,000 لمباراة الأهلي والترجي في القاهرة، لأنه في تقدير محمود معروف مع حفظ الألقاب جمهور الزمالك لازم هيكون موجود جنب جمهور الأهلي ضد الترجي. ده هيحصل ولا لا؟ لكن المهم جدا التقدير الكبير من جانب الاستاذ محمود معروف للاهلي وتاهله. بس ليه تعليق؟ الثلاث كلمات كل واحد خدها في زاويه. استاذ ماجد نوار شاف دور الاداره وان يعني القياده بتاعت كابتن الخطيب واصراره على مصاحبه الفريق وتحمل المسؤوليه كان ليها دورها. استاذ جمال هليل: لك الله يا اهلي واعانك على ما تتعرض له من ظروف صعبه جدا وتستطيع من خلالها ايضا تحقيق او عبور التحديات. استاذ محمود معروف خدها من زاويه ثانيه بعد ان يعني فيها اشاده للاهلي كتر خيره، لكن فكره انك انت بتلعب عشان تنتقم سواء للزمالك او لنفسك المبدا مش رياضي. مش لا سيبك مش من رياضي، مش حقيقي. طب لو ما كانش في انتقام مش عايز تكسب؟ صحيح عايز تكسب للرياضي. انما ربطها بالانتقام يخليك لو ما حققتش المكسب كانك انت هزمت مره اخرى واخرى. صحيح. يعني بيصدر مراره. المباريات التي تتخذ من قبيل الانتقام هي تضخيم للشعور بالمراره والاستياء. انا رايي ان الاهلي هيلعب عشان عايز يكسب، عايز يوصل لها مش 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 باي حسابات اخرى. والعلاقه التي بيننا وبين الترجي يجب ان تعود. هذه مباراة ليست للانتقام ولا وننسى كل تداعيات الماضي أي حسابات. عشان نعرف نركز كويس أو في الأهداف. ده كان كل ما في الغربال.